دخلت وحدك للدار ولا مع صحابك؟ مع صحابي. شكون تدخل لمداري انت يا صاحبك؟ فاميلتك. فاميلتك؟ جاتكم هكدا وزار ولا خططتوا لها ولا باش دخلتوا؟ وزار هكا. وكي دخلتوا للدار كنتوا على بالكم بلي كاين عجوزة لداخل ولا ما عجبتكمش؟ مش عجوزة، ما عندي مرة. مرة؟ قالوا لي حنا ما كاين حتى واحد. كيف لقيتوها تما؟ خلاص شفنا دخلنا. وشكون تبدا عليها الموت؟ فاميلتك. ولد عمك هذايا؟ لا عمي. وين دار لها الموت؟ والله قدامها ماشي زعما. فكرشها؟ شو قربوا منها هذايا؟ مشي يخلعها ولا مشي يضربها؟ مشي يخلعها. اللي شدها بالموت؟ اللي كان شدها ولد عمك هذايا شدها بالموت؟ تسمى كون عيطت ولا يضربها ماما ولا يقتلها عادي؟ وش ولادك كيما دخلتوا للدار عادي كان قالوا تقتلوها عادي. احنا ما عندناش كيما جات هاد في راسنا باش نقعدوا الناس ما كرتنا باش ندو دراهم ونخرجوا دراهم. صح مادام كان عندكم الكوراج تلبسوا لي كابول وتدخلوا للدار عندكم الكوراج ديروا كلش. تسمى كي دخلتوا للدار انت اللي كنت شايل الموت. انت اللي كنت شايل الموت دايرو كرش العجوزه. انت اللي كنت داير الموت كرش العجوزه. مين كنت دايرو؟ بعد عليا وشايلو. وما خفتش عليها انت تموت ولا هكذا كان مريضة بالك قالت المريضة بشنو؟ خفت عليها بيان سير والله. خفت عليها بيان سير خفت عليها. خفت عليها؟ خفت عليها؟ اه. باش نسلمت روحي. حبيت نعرف على بالي بلي نعرف دور من ولدي. الحمد لله ما خلاص. ما تلقاش في بلاصتي ما انت كي دخلت كنتو ماكلين دواء. ماكش كونسيون. ماكش كونسيون كامل. كنت قادر ندير كلش وما على بالكش. ابار القتل. تسمى ماكش في عقلك كيفاش ابار القتل؟ عندك انت باش تخمم لها نقتل ولا نسرق برك. هاك ما كان دواء ماكش في عقلك. كون جيت في عقلك ما تدخلش كامل. Thank you.